اهم شيء صعدونا باللايك وصلونا صعدونا مليون. يا الله مسحاق مع ذيابك. شوفوا الزين عنود لو تلعب وياه وتفتهمه ابو اسحاق. هاي ابو اسحاق هي هسه تفتهمك من تقول لي عويني الى تعويني عيب ترى تسوي مثل ما تقول ها تفتهمي ها يلا ورينا تعال عظيمي عنود عنود عفو ابو اسحاق روح على ذيبنا اسحاق يعني الذئاب شلون عايش مع الذئاب المشترسة ومع الذئاب المشترسة ها ابو اسحاق يعني حيوانات لطيفة وحبابة بس لا عمر كبير لا تلعب يا عمر اطلع بس الذئاب مال ابو اسحاق تعال جاتا جرب لا انا بس اريدك يطلع جرب ها والله لا مغامره والله عليك ابو اسحاق ولك سحلك سحل بوي لا عيب 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 جون والله اذا شكلك تشتري له وياك شغله زياشه وياك لا لا ودي ريد شكه لا قعد لعب جون عيب قعد جون عيب لا تقول لي عيب جون عيب ايش ورطك ويا هذا الذيب افتح لسانه وطلع دجاجتك ابو اسحاق اقوى عدي خلي الذيب يعب دجاجته بس كفو منك ومن شاربك يا صياد قعد عفو جاي يلعب ويا خطيه روح يا عنود يا معنود روح يا معنود هاي ايدي عفا لا تعض الدجاجه عف بس ايدي ابو اسحاق لا تعض الدجاجه جون لا تريد عفو ابو اسحاق شلون عايش مع الذئب ومع الذئاب والعالم التقوا بيك على موت جرم الذيب وجلوده ونيبان ورجلينه يطرد السحر والنس وهذا راسه همني هم ذيب وجرو لا تحاسبه من عمره كبير بهذا العمر العد ابو اسحاق يعني سيطر عليه وهو عمره جرو خليه اخذ حطي جاجه مثل هذا الدجاج اللي عد عنود خوش على موشني الذيب حط يما الجرو اللي هتشتري منه حط يما دجاجة يعني صغيرونة ها حتى لو كبيرة دجاجة مو تجيفة عاد ليلة ميتة بس ثاني شي لا تطي أكل دجاج خيسة بي طبعا خلي عضك مرتين وحسس لو اخذ منه الاكل يصير انت تصير قائد علي ومن عاي كبار يصير بقد هذا العمر ويصير اخر لا اخر العمود يقول خاش هاي مع الذئاب ابو اسحاق عايش مع الذئاب المشترسة يحاول ابو اسحاق يجي مع الذئاب المشترسة شوفوا الذيب شلون يطفر على ابو اسحاق ها خش ابو اسحاق ترى انا تدري ليه جا صورك اريدك تدز لي المقطع اريد انشره على اليوتيوب قناتي تبشر اريد انشره على قناتي انت ورا يومين صورتني مو صورتني وخذيت المقطع هاي ذيابتي طبعا وهو عنده ذياب كبار وهسه من يخلص منهن اوريكم الكنقل البجدر والذئاب الكبار انتم اكتبوا بالتعليقات هسه جايب ذياب 5 لو 10 قولوا ايش قد 2 3 4 خوش ذيابتي
طبعا لا تكتبوا له بالتعليقات ليش دياشة يريد ياكلك يتهمك ترى كذب هاي السالفة يلعب وياك مجرد ذيب ماكو ذيب هيك جرو يعبد دياشة واحد يعني الذيب يلعب وياي مسح له الذيب بس هو هسه جاي الشاقة يا ابو الذيب طبعا والله ذيب صدق جربه على حلقة شوفوا الناب عواد قيلكم شوفوا الناب الايسر والايمن الايمن ناب 25 والايسر نفس الحالة هيجي مع الذئاب ابو اسحاق شلون عايش مع الذئاب هسه اقول لكم سالفتي شلون عايش مع الذئاب كان طفل الام حامله الماية مال الذيب حامله وطلعت جراوي الماية مال الذيب وابو اسحاق بعد له صغير راح جاب جوانه مال الذئاب مال الذئاب ذيابه حاضر ابو اسحاق خدمته كامل بعد وربك اشكرك عيون اسحاق اسحاق كلان ذيبك ها؟ ذيبك كان لا اي شاقة ياك يلعب وياك انت روح على عنود روح على عنود مو مثل هاي عيب جات مو صياد تعو ضعوفة انت صياد اول وتالي بس يشق دجاجتك خلص دجاجتك وروح على عنود قد لا 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 ليش يطقي يقوم ما يحبك لا هو خطي ذيب ما يفتنتش معكم طبعا متابعين اقول لكم شغله باعوا اصور مقطع كيف جون ياخذه من زنجيله وصوره بالشويكه طبعا بس قد تصلح سيارتنا الجير مالته قايم طبعا هسه نصلحها احنا السيارة وناخذ جون معانا للصيد ونعلمه كيف الصيد الذئاب بس نكض من زنجي لما نديه طبعا يعني نظل نكضبي نخليه يمشي ونعفه على الاجواء مال الذئاب بيته اللي كان بيه هما طبعا ابو اسحاق ارجع لي ورا وشوية اقدم عادي؟ لا لا جرب لي جاي مثل زوم اصيل لك ابو اسحاق عيني طبعا هو ابو اسحاق يروح للجحور ويصيد الذئاب يعني هذا شيء خيالي مع الذيب ذيبي ذيبتي هاي اللي مربيها طبعا اجت علي ما تروح علي عنود عنود القلي مو تكتبون بالتعليقات هذا جون وهاي عنود للبيع ترى ونحن مصويدهن بيت طبعا بس بلوكو وشبكتو احنا صابونا طبعا هذني مربيهن قاليات علي يعني الى واحد هذني انا مربي خليت هدني عنود عب عنود تعاي عفو بصحاق عنود راقي يا ذيابتي ابو اسحاق وين ذيابتك الكبار وريني اهن وين ها ابو اسحاق اوف الدشداش ولا اوف ابو اسحاق قعد ابو اسحاق اقول لك شطله قعد ابو اسحاق وخر عنا وتعال ورينا الذياب الكبار ابو اسحاق عندك ذياب كبار ابو اسحاق مطلق روحه يريدك تمسح له ذيله منين جبت هاي الجواد جون حتى انا صورت مقطع مسحت ذيله ابو اسحاق هذا الذيب ابو اسحاق ذيابتك الكبار وين صور ياهن صور وين ذئابك المشترس الكبار على حلقه حاضر طبعا هو شوف هاي دجاجة داخلها ولا دجاجة شقتها اشوفها
شيخ ديبك شق دجلاشتي لك ديبي عيب عيب جون عيب 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 خرب يومك رجل سائل حسن موبايل ابو اسحاق نريدك تدري شو تسوي نريدك باكر نريدك تفل الديب هذا هو وزنجيله وشيله كذا من رجلينا وتحطه هنا فوق ركبته تقدر يعني تقدر ابو اسحاق شلون يعني تقدر الصبح تفل من زنجيله تاخذه هو وزنجيله ها تحطه فوق راسك بوعود نام عقبتك وكذا من رجلي الديب مثل هاي الحركة أبو إسحاق طبعا هذني هو أبو إسحاق يصيد وأنا أربي الذئاب طبعا يعني هذني جون وعنود قاليات علي اللي أخذهن ما أطي إله يبو كافي ده وقت العالم ها والله تشغل جهك يا هون لا 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 شوف عيب جون عيب شوفه مو مثلك جون راح اروح قل له بعد ما اريدك جون 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 ابو اسحاق هذا مو ملخ دجاجتك؟ ايه وين ذيابتك الكبار؟ بعد ملخ قلت له عيب ها والله قلت له عيب اي والله طبعا عنود ملططه تريد الطب عن ما الطاسه مالت المال ماي تريد تشوفها وسحاق تريده ما تقدر تشوفها كل ساعه راجعه شوفها كل ساعه رايحه منا وراجعه منا وسحاق قل لك شغله انت ايش قد اريد تريد اصورك 5 دقائق كيفك أبو إسحاق اسم صارت لنا مقطع ها ها وكب ولابس هاي الغمصالة والله بضحك ها أبو إسحاق ويا ما يعوبه قريدي ملقيك من دلع من كبهت بالغمصالة يملح أبو إسحاق هسه تدري هو ليش يريد يعب دجاجتك ها يريد ياخذ دجاجتك ويدفى بها طبعا طبعا هذا الذيب عايشين مع الذئاب المفترس نحول الذئاب لحيوانات أليفة لحيوانات أليفة وصحاب الذئاب الكبار أينهم طبعا من يقوم عنهم هذيكم ذيابته الكبار طبعا وعايش مع الذئاب المشترسة يحولها لحيوانات أليفة بس هذا المقطع هنشوفه خبل ده حلو طبعا وبسحاق لا عجبك المقطع هذا صورتك كيا الدودة تم علي وانت بس تلعب ويا الذئاب وكل شيء ما جايتك لا بقى جاي تقول لي اخ يا ابو اسحاق ابو اسحاق الذئاب الكبار اين ذئابك الكبار مثل جراوي جراوي مالاتي شوفوا 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 الذئبة بس خلي ايو عنود خليه يا عنود ايو عنود هذا وجوههم تعبني تعبك مو قلت لك قوم انا ذيابتك الكبار عنود عنود عبو بسحاق عبوي بوسي بوسي عنود بوسي بسحاق عتبوسك ابو اسحاق دنك راسك خاتبوسك عنود بوسي قل لي عنود بوسيني شنو تعبها والله لا شنو تعبها تبوسي هيا تفتح حيشة وتصور ناب ذيب ايسر وايمن شوف الناب وثقنا الناب
هذا تلحس الموبايل. ابو اسحاق هاي ديابتك. طبعا طبعا لا تقولون على اسحاق هذني جرونا جبتين جون وعنو. لا تكتبوا لي بالتعليقات يعني. طبعا هذني جراوي. طبعا مو خاف تقولون انا صيتن اروح للشويكه وصيتن بدون لا اصور لكم. طبعا طبعا ابو اسحاق هذني مقاطع تشوفوهن مثل الجراوي اللي كان يصيد به. طبعا هو كان يصيد وهاي الذيبه راني يعني عدي انا ربيتها. طبعا ما ابيع لكم هاي الذيبه. طبعا هي وجون هاي. تعال شوف الناب. الناب الناب. يلا كاف ابوي ابو اسحاق. عطى عطى.